السيد وزير التربية الدكتور محمد إقبال العمر، يعني اسم المركز الامتحاني مدرسة دجلة الابتدائية، ويضم المركز الامتحاني إعدادية ابن المعتصم 89 طالب، وإعدادية عمر بن جندب 85 طالب، الطلاب الخارجيين 46 طالب. إعدادية ابن المعتصم 89 طالب، أو ابن المعتم، يعني إعدادية عمر بن جندب 85 طالب، وأيضا الطلاب الخارجيين 46 طالب. أدى جميع الطلبة الامتحانات النهائية بكل شفافية وبدون أي مشاكل تذكر، وبذلك بشهادة مدير المركز والمشرفين التربويين مدرسة دجلة الابتدائية. وعند إعلان النتائج فوجئ الطلاب بنتائجهم، حيث ظهر 15 طالب من إعدادية ابن المعتم لم تظهر نتائجهم، و61 طالب راسب بالغش. 61 إلى معالي وزير التربية، 61 طالب راسب بالغش. أما إعدادية عمر بن جندب فإن عدد الطلاب الذين رسبوا بالغش هم 10، وهم في نفس المركز الامتحاني، يعني قد صار عندنا 71 طالب. أما بخصوص الطلاب الخارجيين فعددهم كما ذكرنا 46 طالب، منهم 26 طالب راسب بالغش، إيش قد صار عندنا؟ 100 تقريبا، 107 طالب في مركز امتحاني راسب بالغش مدرسة دجلة الابتدائية. بتاريخ 29/6 تم إرسال تقارير من قبل، إذا الموضوع مقصود، الموضوع طائفي، ولو كان الغش جماعي كما يقول لشمل المركز كله وليس شمول عدد من الطلاب من كل مدرسة وخاصة إعدادية ابن المعتم. بتاريخ 29/6 تم إرسال تقارير من قبل مدير المدرسة ومدير المركز الامتحاني للمشرفين التربويين، وموقع من قبل مدير التربية إلى مكتب السيد الوزير، ويؤيد بعدم وجود هكذا حالات غش لهذا المركز، ولم يردنا جواب لحد الآن. السيد وزير التربية، مناشدة إليك من أبناء صلاح الدين، لحد الآن توجد نسبة كبيرة من الطلاب الراسبين بالغش هم وآبائهم مشاركين بالحشد الشعبي، وهم على خطوط الصد، والقسم الآخر في مجلس شباب تكريت التطوعي لخدمة نازحي أهلنا من الشرقاط. تم مناشدة السيد الوزير لعدة مرات من خلال طلبات أولياء أمور الطلبة، ومن هنا نناشد أيضا السيد المحافظ بالتدخل للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني. إذا هذه مناشدة إلى السيد وزير التربية، ومن ثم أيضا إلى السيد محافظ صلاح الدين. أيضا نتمنى أيضا السيد مدير تربية صلاح الدين أن يهتم بهذا الموضوع اهتمام خاص، وليه اهتمام خاص. أعيد أكرر مناشدة للسيد وزير التربية الدكتور محمد إقبال، الطلاب فوجئوا بغش جماعي في مركز امتحاني مدرسة دجلة الابتدائية، يعني ظهر 15 طالب من إعدادية ابن المعتم لم تظهر نتائجهم لحد الآن، 61 طالب راسبين بالغش، يعني فقط من هذه الإعدادية يعني ما يقارب 76 طالب، 15 ما ظهرت نتائجهم، و61 راسبين بالغش.